أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر. جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس السيسي بسلطان عمان قبل انتهاء زيارته ومغادرته البلاد، حيث أكد الرئيس السيسي والسلطان هيثم الحرص المتبادل على مواصلة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر القبة، حيث أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر. وأكد الزعيمان الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات. وأعقب ذلك توجه السلطان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد جلالة السلطان مسجد مصر الذي يعد أحد أكبر المساجد في العالم بسعة 107,000 مصلي. كما تفقد جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، وهي الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط. مدينة الفنون والثقافة اللي احنا في قلبها في الأوبرا، الأوبرا مبنى الأوبرا ده نقدر نقول أكبر دور أوبرا في الشرق الأوسط، بحيث إن عدد المقاعد الموجودة بها حوالي 2200 مقعد للجمهور. ما شاء الله. كما تضم مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة والأوركسترا الموسيقية والمكتبات والمتاحف، مثل متحف العاصمة ومتحف الفن. وقد كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وداع جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمطار القاهرة.